أنا أخي أسأل، هل يعتبر حلق اللحية مجارة؟ وهل حلق اللحية كبيرة من الكبائر؟ ذكر الإمام أبو محمد بن حزم في مراتب الإجماع أن العلماء أجمعوا على أن إعفاء اللحية فرض، أن العلماء أجمعوا على أن إعفاء اللحية فرض. وفي صحيح مسلم حديث ابن عمر أمر الله صلى الله عليه وسلم بإعفاء اللحية، وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعفوا اللحى. فقوله صلى الله عليه وسلم أعفوا اللحى هذا أمر، والأمر للوجوب، هذا أمر والأمر للوجوب. حديث ابن عمر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإعفاء اللحية، وأمره صلى الله عليه وسلم للوجوب لقول الله جل وعلا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى أتدري ما الفتنة؟ فتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. فما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم يجب امتثاله. ولذلك جاء في البخاري يقول صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال يا رسول الله من يأبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فهذا دليل صريح على أن الأصل في الأوامر أنها للوجوب. وذا قال صلى الله عليه وسلم ولو أمرتكم لما أطقتم، فدل ذاك أنه لو أمر كان واجبا عليهم. ولكن يقول صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، ورواية أخرى هذا الصحيحين وعند مالك وأحمد والنسائي عند كل وضوء. إذن لو أمرهم لكان هذا واجبا. وكما قال الله جل وعلا أطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. فما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم فهو واجب، ومن ترك أمر النبي صلى الله عليه وسلم فقد عصى أمر النبي صلى الله عليه وسلم. إذن إعفاء اللحية واجب وحلقها محرم. والأخ يقول إذا حلقها يعتبر مجاهرا؟ نعم، كل ما يظهر للناس يعتبر مجاهرا، هذه قاعدة، كل ما يظهر للناس يعتبر مجاهرا. في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي معافى إلا المجاهرين. ثم يقول الأخ هل حلقها من الكبائر؟ على معنى أنه تشبه، على معنى أنه تشبه بالنساء، والنبي لعن مشبهين الرجال بالنساء، مشبهين الرجال بالنساء، مشبهين النساء بالرجال، وهذا في البخاري حديث ابن عباس. وعلى معنى قول صلى الله عليه وسلم ومن تشبه بقوم فهو منهم، يعتبر على هذا الوجه من الكبائر. وأما إذا عزلنا الحكم عن هذه الأوجه وقلنا مجرد نهي نعتبر ذلك إذا من الصغائر، وليس من الصغائر يعني من المكروهات، لا يعني من المحرم، لكن حد الكبيرة ما ختم بغضب أو لعنة أو وعيد شديد أو ترتب على ذلك حد، أو ترتب على ذلك حد. فقوله في حد أو قوله في حد الكبيرة أو ختم بوعيد شديد، وهو قوله صلى الله عليه وسلم ومن تشبه بقوم فهو منهم، لأن حلق اللحى تشبههم بالكفار. وعلى المعنى الآخر لعنه صلى الله عليه وسلم الرجال المتشبهين بالنساء والنساء المتشبهات بالرجال، وقد جزم غير واحد من العلماء أن حلق اللحى في نوع تشبه به النساء. فعلى هذا المعنى نعم يعتبر كبيرا.